صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه، يعني يحادثه ويكلمه، وهذا عبارة عن إحضار القلب واستعمال الخشوع في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه، هذا فيه تنبيه على أن مناجاة الرب سبحانه هو المقصود الأعظم من الصلاة، وأن الإنسان ينبغي أن يقمع ويرد كل ما يحول بينه وبين مناجاة ربه، بينه وبين إقباله في صلاته على ربه. يستحيل أن يعني أن يعلم الإنسان ما يقول في جو من الضجيج في جو. وذلك كان الصالحون يتخذون مواضع في بيوتهم يجعلونها مصلا، وقد علمتم حديث الأعمى وحديث أم اليتيم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال طلبوا من وسألوا أن يصلي لهم في موضع من البيت يجعلونه مصلى، يكون فيه الضجيج يساعد على الإقبال إلى الله. قال الشيخ أبو العباس السبتي رحمة الله عليه دفين مراكش قال في هذا المعنى وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، يرى شخصه فوق الحصيرة قائما وهمته في السوق في الأخذ والدفع. وقال الشيخ شرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني رحمة الله عليه تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة، تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة، فويحك تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبت، تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة، ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرته، ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرته، أما تستحي من مالك الملك أن يرى صدودك عنه يا قليل المروءة، صلاة أقيمت يعلم الله أنها بفعلك فيها طاعة كالخطيئة. هذه أبيات له من قصيدة جميلة جدا في الحكم والمواعظ، مطلعها إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم متى يوم يقظة، لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة، أتنفق هذا في هوى هذه التي أبى الله أن تسوى جناح بعوضة، أيا درة بين المزابل ألقيت وجوهرة بيعت بأبخس قيمة، أباق بفان تشتريه سفاهة وسخطا برضوان ونارا بجنة، أأنت صديق أم عدو لنفسه فإنك ترميها بكل مصيبة، ولو فعل الأعداء بنفسك بعد ما فعلت لمستهم لها بعد رحمتي، أعديانك يرحموك وانت ما رحمت راسك، ولو فعل الأعداء بنفسك بعد ما فعلت لمستهم لها بعد رحمتي، لقد بعتها حزني عليك رخيصة وكانت بهذا منك غير حقيقتي.